احنا النهارده ان شاء الله هناخد ليسون نمبر 3 في الجيومتري اللي هو التايتل بتاعه بيتكلم عن حاجه اسمها كونجرونس. الكونجرونس معناه التطابق. يعني ايه تطابق؟ تطابق جاي من حاجه من حاجتين بيكونوا هنا بيكونوا سيميلر او بيكونوا لايكس. الكونجرونس ممكن يكون موجود في اللاين سيجمنت. الكونجرونس ممكن يكون موجود فين؟ في اللاين سيجمنت. يعني لما اجي اقول لك مثلا ايه كونجرنس اوف ذا تو لاين سيجمنت ازاي؟ لما اجي اقول مثلا ان اللاين سيجمنت ديت بتكون ايكوالز اللاين سيجمنت دي. لاين سيجمنت مثلا اي بي هتكون ايكوالز لاين سيجمنت اللي هي الاكس واي. اشمعنى؟ لما اجي اقول مثلا ان ديت ب 6 سنتيمتر فالاكس واي برضه هتكون ب 6 سنتيمتر. ده الكونجرنس. الكونجرنس هنا في التو لاين سيجمنت التو لاين سيجما بيكونوا كونجرنت لما بيكونوا ايكوال اللينس. لما بيكونوا ايكوال اللينس يعني ايه كونجرنس؟ يعني بيكونوا متطابقين ايكوالز شبه بعض كده يعني. يبقى التاني عشان دي اهم ثيرم بيجي يقول لك هنا ان ذا تو لاين سيجمنت ار كونجرنت اف زي هاف if they are equal in length. هيجي لك السؤال ده كده في مثلا في الامتحان ويجي يقول لك if they are ومعمل لك ايه دوتس كده. اقول له هنا equals in length. The two line segments are congruent if they have are equal in length. If they are equal in length. طب لما يجيب لي بقى angles. طب لما يدخل لي بقى في الانجل اكيد بقى انت عرفت الفكره. اقول ان التو لاين سيجمنت دولت اقول ان التو لاين سيجمنت دولت بيكونوا equal. بقول ايه لما اجيب مثلا تو انجل وليكن مثلا زي كده التو انجل دولت انا عندي هنا انجل ايه ممكن تكون كونجرنت انجل بي. بالمناسبه الكونجرنت له سيمبل له رمز اللي هو ده بيكون هنا 3 لاينز كده. السيمبل دي معناه ان معناه ايه الكونجرنت ده معنى الكونجرنت. اجي اقول لك انجل A congruent to انجل B امتى؟ if they have او اقول له كده if they are equal in measure. لما يكونوا equal in measure ازاي؟ لما اقول لك مثلا انجل دي 40 ديجري وهنا برضو هتكون 40 ديجري. يبقى التو لاين سيجمنت يكونوا كونجنت لما بيكونوا ايكوال اللينس والتو انجل بيكونوا كونجنت لما يكونوا ايكوال ان ايه ان ميجر. لما يكونوا ايكوال ان ميجر احنا بقى في الدرس بالاساس اصلا بيتكلم عن الكونجنس اوف ذا تو بوليجونز. في الاساس هنا الدرس بيتكلم عن الكونجنس اوف تو بوليجونز. Congruence of two polygons. البوليجون يعني المضلع. عندك مثلا وليكن بوليجون زي ده كده. مثلا انا عندي ده بوليجون اهوت مثلا. وده بوليجون تاني. اقول لك مثلا ان ده A P C D E. ده X Y Z L M. ويجي يقول لك مثلا ان البوليجون بوليجون A P C D تعالى نكتبها تحت. بوليجون
A B C D E congruent to polygon X Y Z L M. بيقول هنا ان بوليجون A B C D E congruent polygon X Y Z L M. الستيتمنتس ديت انا استفدت منها كتير قوي 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 قوي. ليه؟ لان ساعتها هيكون انا عندي ميجر انجل A، ساعتها هيكون عندي ميجر انجل A هتكون ايكوالز ميجر انجل X، ميجر انجل A هتكون ايكوالز ميجر انجل X، وهيكون عندي ميجر انجل B ايكوالز ميجر انجل Y. شوف السكند مع السكند، البي هتكون ايكوالز الواي، كذلك ممكن اقول ميجر انجل دي ايكوالز ميجر انجل ال. ده لو في الانجل. ثانيا ممكن كمان اقول له هنا في السايدز، يعني اقول له هنا ان الاي بي، الاي بي اهيت اللاين سيجمنت الاي بي هتكون ايكوالز مين الاكس واي، من غير حتى ما ابص على الرسمه، هيكون عند الاي بي هتكون ايكوالز مين الاكس واي، وهيكون عندي مثلا ان السي دي هتكون ايكوالز للزد ال، وهيكون عندي مثلا ان الام ال ايكوالز الدي اي او الاي دي، والواي زد هتكون ايكوالز البي سي، وهكذا. بس خلي بالك ايه، ان الاوردرنج، الاوردرنج في النيم، يعني انت بيكون يفضل ان النيم بتاعت التو كونجرنت بوليجون يكون ذا سيم اوردر، النيم بتاعت التو كونجرنت بوليجون يكون نفس الاوردر. يعني انت بدات وقلت هنا، قلت هنا ان الاي بي سي دي اي هتكون كونجرنت تو بوليجون اكس واي زد ال ام، الستارت بوينت هي نفس الاند بوينت، لازم تكون كده، اصل ما ينفعش ان انا اجيب اي حاجه كده وخلاص، ما ينفعش ان انا اجيب اي حاجه كده وخلاص. تعالى كده نشوف الاكزامبل اللي معانا ده. تعالى نشوف الاكزامبل اللي معانا ده، بيقول لك هنا ايه، تعالى كده براحه خالص اهوت، بيقول لي هنا الميجر انجل ب 65 ودي ب 6 سنتيمتر. شوف ال 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 الحته دي مهمه، فيجر اكس واي كي ام congruent to the figure A B C M. تمام. فانا عندنا الـ XY هتكون equals مين؟ الـ XY هتكون equals مين؟ ممكن اجيبها من هنا وممكن اجيبها من هنا. XY هتكون equals الـ AB. اكتب كده الـ AB. line segment. طب هنا بقول الـ YK. شوف الـ Y والـ K. second و third letters. هنا برضو نفس الكلام هتكون equals الـ BC. فين حتى الـ YK؟ ال YK هتكون ايكوالز مين؟ ال PC. طب هنا بيقول لي ان ال AM ايكوالز وات سنتيمتر؟ ال AM هيكون ايكوالز كام سنتيمتر؟ لان انا عندي هنا ان ال AM ديت، اللي عندي هنا ال AM ديت هتكون ايكوالز ال MX كونجريت، فدي ب 6، دي برضه تطلع بكام؟ 6، هيكون ايكوالز 6 سنتيمتر. طب ال AX، ال AX اللي هو كل اللاين سيجمنت دي، ما دي 6 بلس 6 هيكون ايكوالز هنا ل 12. طيب هنا بيقول لي ميجر انجل واي ايكوالز ميجر انجل مين؟ ميجر انجل واي هتكون ايكوالز ميجر انجل مين؟ ممكن تجيبها من الرسمه وممكن تجيبها من الايه؟ من النيم بتاعت الفيجر. يعني الواي هتكون ايكوالز الاوبوزيت اللي هو الكورسبوندنج انجل، هيكون البي. طب ميجر انجل اكس ايكوالز ميجر انجل مين؟ انا عندي هنا ميجر انجل اكس هتكون ايكوالز الكورسبوندنج انجل الناحيه الثانيه. الاكس هتكون ايكوالز مين؟ الاي. اهوت الاكس حتى هنا هتكون ايكوالز الاي هنا. طب هنا بيقول لي ميجر انجل سي ام اي. ميجر انجل سي ام اي. ممكن تجيبها من هنا وممكن تجيبها من هنا. طب تعالى بص، سي ام والاي يعني اخر حرفين مع حرف الاولاني هنا برضو. الكي ام اكس. بس يبقى كي ام اكس تاني. انا عندي هنا بقى بيقول لي ميجر انجل مين؟ بالراحه خالص اهوت. بيقول لي ميجر انجل سي ام اي. سي ام والاي.
دوت هتكون ايكوال ذا ميجر انجل اللي جنبيها ديت اللي زيها بس اسمها الكورسبوندنج انجلز. كورسبوندنج انجلز فبيكون ميجر انجل دي هتكون ايكوال ذا ميجر انجل دي هتكون ايكوال ذا كام 65 ديجري. طب هنا بيقول لي ميجر انجل ايه ايكوال ذا كام ديجري وعايزك هنا تحط نمبر. انا عايزك هنا تحط نمبر ميجر انجل ايه فين بقى فين الايه اهيت ايكوال ذا كام ديجري. ما هي الايه اصلا اوريدي كده كده اصلا بتكون ايكوال ذا ميجر انجل اكس والاكس هنا عليها هنا دي رايت انجل يعني ب 90 ديجري فالايه برضه هتطلع لك بكام ب 90 ديجري. طب هنا بيقول لي ميجر انجل كي ام سي كي ام سي ده كده ربط لك الدرس اللي فات بالدرس ده. ده دلوقتي احنا عايزين ميجر انجل احنا لسه قايلين من شويه ان الانجل دي ان الميجر بتاعت الانجل دي هيطلع لك بكام 65 لا دي. طب انا عايز الانجل دي هتطلع بكام الانجل دي هتطلع لك بكام. احنا قلنا في الليسنز اللي فات ان انا عندي دي ستريت انجل الكي ام اي ديت دي ستريت انجل كلها على بعضها ب 180. شوف لو عملت لك كفر كده 180 دي ب 180 ديجري. طب دي ودي جاب لي هنا ب 65 فانا 65 فنجيب السم بتاعتهم بعد كده نعمل سبتراكت 180. طب 65 بلس 65 نعملها على الكالكيتر يطلع لك 130 تعمل بقى ماينس 180 هيطلع لك في الاخر 50 ديجري. يبقى انا عرفت ان ميجر انجل كي ام سي هتكون بكام 50 ديجري. طب جه قال لي انا عايز ميجر انجل سي ام اكس سي ام اكس امسحها بس من تاني عشان يبقى انت ايه شايف الدنيا ماشيه عامله ازاي. سي ام اكس سي ام اكس احنا لسه مطلعين دي 50 يبقى هنجيب السم بتاعت الاثنين دولت هتطلع بكام 100 ايه 50 50 بلس 65 هتطلع بكام 115. طب تعالى بقى ناخد اخر جزئيه خالص 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 في الدرس ده ونبدا بعد كده نحل التمارين. ايه؟ انا امتى اقول على البوليجونز دولت ان هم هيكونوا كونجرنت؟ انا امتى اقول على البوليجونز دولت ان هم هيكونوا كونجرنت؟ امتى؟ انا عندي هنا دولت كده تو بوليجونز تمام. امتى اقول عليهم ان هم هيكونوا كونجرنت؟ لما يكون عندك هنا تو كيسز او تو كونديشنز. ايه بقى التو كونديشنز؟ لما يكون عندك الكورسبوندنج انجلز الكورسبوندنج انجلز يعني ايه كورسبوندنج انجلز؟ يعني لما تلاقي الانجل دي ايكوالز الانجل دي ار ايكوال وايه كمان؟ والكورسبوندنج sides برضو are equal بس في فرق بين ده وده. يبقى لما يكون عندك الكورسبوندنج سايد يعني السايد ده بيكون ايكوال ذا سايد والسايد ده ايكوال ذا سايد ويكون عندي كمان ان السايد ده ايكوال ذا سايد ده فلما يجي يقول لي كورسبوندنج سايدز اقول له ار ايكوال بس خلي بالك اقول له ان لينث في الطول ولو جه قال لي كورسبوندنج انجلز اقول له ار ايكوال ان ميجر. ركز في الكلام ده قوي 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 ركز في الكلام ده قوي قوي قوي. يبقى امتى اقول عن التو بوليجونز دولت ان هم هيكونوا كونجرنت؟ اقوله لما يكون الكورسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر. يعني ايه كورسبوندنج انجلز؟ يعني مثلا هنقول اكس واي زد ال ام وهنا اي بي سي دي اي كورسبوندنج انجلز لما اقول مثلا ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل زد ميجر انجل دي ايكوال ميجر انجل ال دي اسمها الكورسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر. وكمان اقول له كورسبوندنج سايدز ار ايكوال ان لينث. لازم التو كونديشنز دولت يكونوا موجودين لازم يكون التو كونديشنز دولت يكونوا موجودين علشان اقدر اقول ان التو بوليجونز دولت او التو تراينجل او اي شكل تو شيبس يكونوا كونجرنت. يبقى امتى يكونوا كونجرنت؟ لما يكون الكورسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر والكورسبوندنج سايدز برضه هتكون ايكوال زد ايه؟ ان لينث. طب احنا عندنا في حاجه مهمه قوي 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 وكنا احنا خلصنا الدرس ايه؟ شايف التو شيبس دولت او التو بوليجونز دولت لما بيكون عندك هنا التو شيبس انا عندي هنا الشيب ده الشيب ده
وبرده الشيب ده البوليجون ده والبوليجون ده بيكونوا كونجرنت على فكره. بوليجون بيكونوا كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ يعني قد بعض في كل حاجه في الانجلز وفي الساينز. ما دام قال كونجرنت يعني هتلاقي الميجر انجل دي ايكوالز الميجر انجل واي وميجر انجل اي بي سي ايكوالز الميجر انجل اي بي اكس. ساعتها هيكون الاي بي ده الاي بي ده له اسم بيكون اسمه كومن سايد او له اسم تاني بيكون اكس اوف سيمتري اوف ذا بوليجون. ده بيكون هنا ايه اكس اوف سيمتري. ده الاكس اوف سيمتري هو عباره عن لاين سيجمنت عمل سبليت للشيب ده لتو تو كونجرنت بوليجونز. يعني عمل سبليت يعني قسمه الشكل ده لتو بوليجونز بيكونوا ايه كونجرنت. ففي الحاله ديت الاي بي ده بيكون اكس اوف سيمتري. انت مثلا لما بتكون جايب مثلا قدامك بيتزا كده وعايز تقسمها بالنص قسمه الحق انت واختك مثلا وتيجي هنا بقى تقوم عامل ايه قسمه الحق وتقوم جايب واخد الحته دي كده انت تاخدي ده وانا اخد ده لا كده غلط. امال ايه هنيجي بقى في الميدل هنا كده في النص كده مكان السكينه ده مكان السكينه ده يعتبر اسمه اكس اوف سيمتري. ده بيعتبر هنا ايه اكس اوف سيمتري لانه بيطلع لي هنا تو بارت بيكونوا ار ايكوال بيطلع لي تو بارت بيكون ايكوال. بس هو ده فكره الليسون الكونجرنت. وله طبعا له طبعا درس تاني له تكمله شهر نوفمبر. احنا عندنا هنا الليسون بيتكلم عن الكونجرنس. قلنا ان التو لاين سيجمنت دول بيكونوا كونجرنت اف زي ار ايكوال اللينس. وكمان في الميجر او في الانجل بيكونوا لما يكونوا ايكوال ان ميجر. خلاص بس تعالى كده بقى نبدا نحل التمارين.